إذا قيل لك ما هي عبادة الله؟ فقل: كل قول وكل عمل محبوب لله ويرضاه الله فهو عبادة. الصلاة يحبها الله ويرضاها، الذبح، النذر، الدعاء، الاستعانة، الاستغاثة، الرغبة، الرهبة، فكل ما يحبه الله ويرضاه من قول أو عمل فهو عبادة. ذلك القول وذلك الفعل المحبوب لله إذا صرف لغير الله، ولو صرف لملك مقرب كجبريل أو لنبي مرسل كمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، من صرفها فهو مشرك بالله شركا أكبر يخرجه عن ملة الإسلام، لأن الشرك هو صرف شيء من العبادة لغير الله.